مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. من المنتظر أن تنطلق اليوم جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها فرنسا لبحث أزمة المهاجرين في ليبيا. وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت في منشور لها الاثنين بأن الجلسة ستترأسها إيطاليا، وستبحث معايير جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين في ليبيا. وأكدت الوزارة أن الملف ذاته سيكون محور القمة الأوروبية الأفريقية التي ستعقد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يومي 29 و30 من نوفمبر الجاري. قال مصدر دبلوماسي فرنسي الاثنين بأن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الإتجار بالبشر في ليبيا سيتطرق إلى إمكانية فرض عقوبات فردية بحق مهربي البشر. من جهة أخرى، أوضح مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي فرانسوا دي لاتر في تصريحات صحفية بأن هدف الاجتماع هو العمل على التصدي بفاعلية للإتجار بالبشر. وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى مصراتة صباح اليوم في زيارة تهدف إلى سماع مختلف الآراء بشأن خطة عمل الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يجتمع سلامة بالمجلس البلدي والنواب والأعلى للدولة وبعض القيادات العسكرية وأعيان المنطقة وحكمائها. بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومستشار جنوب أفريقيا للشؤون الليبية بشير صالح بشير بحث آخر تطورات الأزمة السياسية الليبية. وبحسب بيان الخارجية الروسية الاثنين، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية إقامة حوار واسع النطاق بغية إخراج البلاد من أزمتها. وأكدت الخارجية في بيانها الذي نقله موقع روسيا اليوم على استعداد موسكو للمساهمة في المضي قدما بالعملية السياسية، وذلك عن طريق مواصلة الاتصالات مع ممثلين عن أطياف القوى السياسية الليبية المختلفة. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.